وست مباريات في غايه الاهميه للنادي الاهلي. انت كنت نجم كبير في النادي الاهلي، الضغط اللي بيبقى محطوط على اللاعبين في الوقت ده ازاي نقدر نشيله من على اللعيبه؟ انا بس عايز اقول حاجه قبل ما اتفضل. اتكلم في الكوره بعد اذن حضرتك. طبعا يا كابتن بقول طبعا الف سلامه طبعا لمؤمن. طبعا طبعا حطينا صوره مؤمن كمان وراك اهو عشان ايه لا دايما لا بجد مسنده يعني، يعني. يمكن انا كنت قاعد بتفرج على حضرتك بره وحضرتك قلت الخبر، بجد زعلت جدا. فبنتمنى له السلامه وان شاء الله ربنا يشفيه، يعني ربنا كبير يعني ان شاء الله وربنا يشفيه.